برا بتما كيتو التشغيل ما ثم ما عليك كان تضرب المرمى كيتو الفلوس ما ثم بانت بشر ما يتسمى حسب النهضة راهو كاسح شدة يا أخواني أنتم الآن أمام لحظة تاريخية أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله فوتي النهضة خير وسنطلب من رجال الدين أنهم يخطبون في المساجد ويقولون لكل الناس من رواد المساجد اللي يحط صبعه في الأزرق باش ينتخب غير النهضة أو حزب آخر إسلامي راهو كافر ويدخل النار لأن مساندة الكفار حرام في الدين فوتي النهضة خير Notre parti veillera à analyser les résultats des études réalisées relatives au secteur touristique et œuvrera à concrétiser les grandes réformes du secteur relatives à la qualité du produit, à l'écoulement et à la commercialisation au transport, au rôle des technologies de l'innovation, de l'information et à la communication dans le développement du secteur et au cadre institutionnel. فوتي النهضة خير في بعض الأحيان أنا أرجع معنا في ساعة متأخرة وسافر في ساعة مبكرة وارتباطات عمل كثيرة وفي بعض الأحيان أضطر أبقى في وزارة الخارجية ساعة متأخرة وربما بعض الناس ما يعرفوش اني أنا اضطريت للعودة إلى تونس بعد الثورة ما عنديش حتى سكن خاص فاضطر من حين لآخر أن معناها نأجر غرفة في النزل وعملية الحجز أصلا تم عبر إدارة وزارة الخارجية ولا تدخل فيها أنا أصلا ما أشيع أيضا أنه الوزير دفع أموال أو دفع معناها نفقات إقامة مرأة يعني لم يسبق لي أن دفعت أي من لي واحد خارج نطاق العمل وما أشيع أن المرأة هي قريبتي فوتي النهضة خير شو جرى في سيدي انا قضيه بين زوز اشخاص في الولايه تحولت الى اضراب عام ودعوه العصيان تكسير وتحطيم واخراج الوالي لديكاش فليكن في علم الجميع ماش على ديكاش الوالي هذا مش باش يخرج نخرج انا قبل فوتي النهضه خير أقول وطالب وزير تكنولوجيات الاتصال بإصدار أمر أو قرار يجعل الإبحار في فتح الحسابات في الفيسبوك بمقابل مادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوتي النهضة خير أخيرا أريد أن أقول رسالة للوزير الفرنسي وأريد استسماح لزملائي هنا لأقولها بلغته. J'espère que vous aurez l'intelligence de vous excuser. Et je suis certaine que le peuple tunisien, le grand peuple tunisien, acceptera vos excuses. Il est temps pour croire que la situation est finie, est changée, que Ben Ali n'est plus là, que le monde bouge et que la colonisation est finie, réellement finie. On doit instaurer de nouvelles relations basées sur le respect réciproque et mutuel. فوتي النهضة خير ثم 2 جثث تم انتشالهم طبعا للاسف معناها هم في حاله وفاه نحن ثم 2 جثث تم انتشالهم طبعا للاسف معناها هم في حاله وفاه فوتي النهضة خير كومون دي ان فرونسي راس مال جبان Le capital est lâche et dépourvu de tout courage. Le Rasmel et Jeben, la transition est là, je sais pas. Fouti Nada Khir. L'Umda, ta l'Asma, ta Baïs, ma mette à Amin, t'en fais le Tzkiri, le Bouazizi. Ou à l'Ana, à l'Zarourat,
اطلاق اسم البوعزيزي على شوارع باريس، على احدى شوارع باريس. يعني ابسط شيء للحكومة التونسية إلى تكرم شهدائها وتعمل لهم دار للشهيد، هي أمور رمزية في كل ولاية يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل، هي يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل، هي يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل. هذه صامدة وهي حكومة قوية، هذه أقوى حكومة في التاريخ السياسي لتونس. فوتي نهضة خير. سي تها بقى رئيس محطة الرصد الجوي بمطار المنستير الدولي، هذه وظيفتك المدنية شعنا فيها، وأيضا منتمي إلى حركة من قبل فيها قبل الحادثة. إيش عنا فيها هذيك؟ ما هي نهار 25 فيفري كنت موجود في الجيول ضمن قيادات موجودة حركة النهضة من غير ما ندخل في أسماء وبارزة وكبيرة، موجود في الجيول رقم 5. مضي ساعة متاع الليل فجأة طلعوني للطابق الثاني، وكانت أغلب القيادات الأمنية أكثر من 15 إطارات أمنية عالية موجودين غادي في الطابق الثاني متاع أمن الدولة. وقتها قرروا باش يقولوا الشخص هذا لابد أن يكون ممثل لحركة النهضة في هذه القضية. ما صار القضية في أحداث باب سويقة، ما صار القضية قبل أن باش يطلعوني في الطابق هذا في الليل ماضي ساعة متاع الليل، ما كنتش معني جملة بتاتا بهذه القضية أبدا. وأعطات طه بن صالح بن إبراهيم بقى من مواليد المنستير 11 فيفري 63، مهندس بالمعهد القومي للرصد الجوي، انتميت في حركة النهضة أواخر 88، انتميت في حركة النهضة أواخر 88، حضرت في خلية تنظيمية لمدة ما يقارب سنة. خلال السنة هذه كنت ننشط في الحفصية ونحضر الحلقة العامة ونحضر الخلية التنظيمية. أواخر 89 مع مشرف الجهة منصف في الوقت ذاك حولني للدار، حضرت فيها ما يقارب 3 لقاءات، أديت في بعد 3 لقاءات هذه البيعة في حركة النهضة. بعد أداء البيعة وإشرافي على قسم الحفصية تسلمت مهمة كمشرف جهة الحلفوين التابع لحركة النهضة، اللي عيني على رأس جهة الحلفوين كمشرف على الجهة هو محسن جندوبي عامل تونس المدينة، تقدم لي شكري كعنصر قيادي في المنطقة و كلفني بمهمة الإشراف على منطقة تونس المدينة في مهمة عامل، على أساس أني إنسان غير معروف لدى الأمن ولدى أغلب القواعد الإسلامية. لما بشرت مهمة عامل على رأس تونس المدينة في إطار تنظيم حركة النهضة علمني شكري بأن قيادة حركة النهضة وجهت شريط سمعي لكل المناطق، يتضمن شريط سمعي هذا خطة الحركة في المرحلة القادمة في إطار التصعيد وفي إطار مواجهة السلطة. وفعلا جمدنا الخلايا ونزلنا كل قواعد حركة النهضة التابعة لمنطقة تونس المدينة للنزول في الشارع لتوزيع المناشير والكتابة على الجدران والمشاركة في المظاهرات اللي كانت عنيفة، وقاع استعمال الحجارة والقوارير المونوتوف اللي استعملتها بطبيعة الحال أفرادنا في المنطقة يحضروها في منازلهم وينزلوا بها للشارع لاستعمالها في المظاهرات ضد
وسائل الأمن من سيارات وأعوان. يوم 5 فيفري 1991 وصف عامل منطقة تونس مدينة تابعة لحركة النهضة، نظمت اجتماع دعيت فيه مشرفي الجهات المنطقة. في هذا اللقاء تم تقييم ما أنجزناه من المرحلة الأولى اللي تضمنتها خطة المواجهة الخاصة بالمنطقة، وكانت النتيجة أنه المرحلة الأولى قد استنفذت أغراضها ولابد من الدخول في إنجاز المرحلة الثانية اللي جت في الخطة واللي تتضمن مهاجمة مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي من شعب ولجان تنسيق، ومقرات الأمن من مراكز ومناطق شرطة ووسائلها وأعوانها. وهذا علاش صدقنا على اقتراح عمر جليتي بالقيام وتنظيم مسيرة في نهج الساحل للاعتداء على لجنة التنسيق الحزبي نهج الساحل. وفعلا أنجز عمر جليتي ما كان قد تعهد به في اجتماع 5 فيفري من تنظيم المظاهرة العنيفة اللي وقع فيها مهاجمة لجنة التنسيق الحزبي نهج الساحل، وقع استعمال الحجارة وقوارير المولوتوف في هذه المظاهرة، وقال الاعتداء كذلك على سيارتي رسيتين تابعين لجنة تنسيق نهج الساحل في هذه المهمة. وهذا ما أفادني به عندما قابلته في اليوم الموالي من هذه المظاهرة وأعطاني تفاصيل هذه المظاهرة. بالنسبة لي عملية لجنة التنسيق ببسويقة نفذ العملية هذه بطبيعة الحال أولاد أفراد تابعين لحركة النهضة واللي نعرفهم أنا شخصيا من اللي كنت نشرف على جهة الحلفوين، هم الآن بطبيعة الحال تحت إشراف الأسعد الهاني بوصفه هو مشرف جهة الحلفوين حاليا. الأسعد الهاني اللي اتصل بي وعلمني بالعملية قبل بضعة أيام في جامع الزيتون وأعطيته الضوء الأخضر في هذا. بالإضافة إلى هذه العمليات لجنة تنسيق الاعتداء وحرق لجنة تنسيق باب سويقة ولجنة تنسيق نهج الساحل، في برنامجنا زاد كذلك مقرات أخرى للاعتداء عليها وهي بصدد البرمجة من طرف عناصر ينتمي لحركة النهضة والتابعين بالنظر لمنطقة تونس المدينة التابعة لحركة النهضة. واتصل بي طه بقى عامل مدينة تونس بعد العملية وذلك لتقييم العملية والمقابلة مع مصطفى وربطته به. واتصل بي طه بقى عامل تونس المدينة بعد اللقاء يعني بعد المصادقة على الخطة، وذكر لي أن فعلا أنجزت هذه المهام ومن ضمنها الاعتداء على شعبة الأسواق، وهنالك سلسلة أخرى من المقرات سيقع الاعتداء عليها في الوقت المناسب. أنا نعرف ناس كي نقعد معاهم يبدو مش ينتقدوا في منهج وفكر الغنوشي، لا يسبوا في شخصه كي يقعدوا معاه يبصوا له راسه من الحركة؟
قيادات الحركة. أنا نعرف شكون قيادات الحركة وقيادات البارزة، ممكن رقم 2 في داخل الحركة، يقول لي نحن شهود زور. وهذه مصيبة النهضة ما عندهاش مؤسسات. يكذبوا عليك يقولوا عندهم مجلس شورى وعندهم مؤتمر، ونحن شفنا المؤتمر العاشر، المؤتمر العام العاشر. شفنا الفضائح الوقت فيه ضربوني لأنه راجل ما يحبش يلتزم بقرار مؤتمر. ما عندهاش أب روحي للحركة، هو يحب يرد روحه شيخ. هو يحب يرد روحه شيخ. وهو ليس لها. أنا قريت كل كتب الغنوشي. وعملت مراجعة. وكتبت. قلت يا ناس احذروا هذا الرجل. من 20 سنة. احذروه. راهو متلون. راهو ما عندوش مرجعية. راهو مرجعيته السلطة. يوصل في باريس يقول في فرنسا في أوروبا في لقاء مع اللقاءات مع مجموعته يقول أنتم علاش تدافعوا على الإسلام؟ الإسلام لو ربنا يحميه يدافع على الكيان. عنده الحركة فقط وبالنسبة له هو الحزب. الحزب هو الإسلام هو الدين هو هو كل شيء يلزم يوصل للسلطة بهذا الحزب. مشكلة خميس أنه نقد الغنوشي في فكره. الصنم أنا حطمته بإذن الله. كشفت اللي يحب يتابع كتاباتي يظهر أنه الغنوشي لا فكرة له. جمع كل ضلالات الفرق الباطلة. جمع المعتزلة التي تؤسس دينها على العقل والمصلحة وما يسمى المقاصد بضرب النصوص الأصلية. 2 قام على الإرجاء. السبسي له يعني ولي أمر الآن رجل غنوشي ينفذ في سيادة السبسي ولي أمر. خميس المجلي كان معهم يصلي بهم وهو متشدد ومتطرف وربما إرهابي. شفته يعني مع الحكام يتصرفون بتصرف مع إخوانهم يذبحونهم. رجل غنوشي افتخر كيفاش حمى علي العريض حكومته قتلت قداش من سلفي وسجنت قداش من سلفي. راني كنت نتكلم هكا مش ندافع عليهم، راني انا نذكر في حقائق ويشرفني ندافع على كل مظلوم. انا مشيت للراس باش نقول لهم راهو ما يصلحش باش يكون قائد حركة اسلامية. مش انا قلته، هذا قالوه هما عام 81 وقلي دخلوا للسجن وخرجوا. خرجت في المؤتمر 84 وانا حاضر، خرجت ورقة من جماعة السجن راشد وعبد الفتاح وصالح كرك والمجموعة هذيك كل قالوا نحن لا نصلح أن نكون قيادة. شوف أنا راني ما عنديش نصفي في حسابات، أنا راني كلام نقول فيه من عندي يمكن 20 سنة. وأنا لو كان نحب نكون قائد في الحركة ونكون رقم كبير راني مع الغنوشي. لأنه سهل تكون أنت في الحركة هذه، فقط أحفظ كلام الغنوشي وحبله وولده واحكي به في كل مكان. هذا هو الغنوشي، أحفظ مقولاته ورددها. أو كتبه بنته عاد خذتها أو كمنته ولا تكتب نسيبه. هذا كبوش لك كلمات راس الغنوشي كلها ويولد فيها ومتكلماني يتكلموا يسلبوا بخاخ الناس الجاهلة في تونس. جاهل كبير، أي واحد يجي قلهم يمشوا معه، وكي جيت قلهم يا ناس فهمت يسبوك. حبيت نعملوا نصلحوا، نحن تسمينا مجموعة 12 في باريس، حبينا نصلحوا. قالوا تخلصوا من خميس، تخلصوا أصدقائي من خميس. وثم شكون شهد بهذا؟ هو الأخ مصطفى لونيسي حفظه الله، من الإخوة الـ11 اللي شهدوا والبقية ساكتين خايفين. مصطفى لونيسي أكبر شجاعته وجرأته أنه قال كلمة حق. وأنا ذكرت ناس كانوا معانا في المجموعة هذه بما فيهم فرجاني دغمان اللي كان رئيس اللجنة المالية في المجلس التأسيسي وتحديته وهو في مجلس التأسيسي ولكن لن يشهد لأنهم جبناء يخافون من قول الحق. أحدهم قال لي لو كان قول كلمة حق فيك يحلوا فيا ملف والله العظيم. تخلاوا مش تخلاوا عني، انا قدمت استقالتي مع الاسف. انا قدمت استقالتي وقت اللي ريت ما عادش هم اخلاق فيهم سرقه اموال. ف
فهم شبهات علاقات مع النساء. أنا هاني صارح فيك في برشا أشياء، مذبوحة في العيد مذبوحة في عاشورة باهي، لكن أنا قضية هيئة الحقيقة والكرامة سيقع الاصطدام عندما يتخلى الغنوشي عن سيهان بن سدرين. شنو شيخ بلاط؟ أنا مشيت البلاط، أنا مشيت مع ثلاثة مشايخ حبينا نساهموا في ترييض الشباب. لا مشيت عملت محاضرة، لا مشيت لا دعيت الحزب الحزاب. يعني شنو شيخ بلاط؟ شيخ بلاط ممكن بشير بن حسن مشايان في محاضرات وقدم إسلام على مرضاة المرزوقي. هو قبل الثورة كان بن علي ولي أمر ولا يجوز الخروج عليه ولا يجوز نقده والكلام عليه. والغريب في الأمر أنه في حصة تلفزية قام له واحد في الشباب قال له راك قلت؟ قال له لا. وكذب يكذب معناه، وشريط له موجود معناه، معناه يكذب. بشير بن حسن يكذب، هو ما يعترفش بالمشيخة التونسية وقتها، وبالنسبة له هو المشايخ هم الخليج، تو دار على الخليج، تو بدا يسب مشايخ الخليج والخليج ويسب في الخليج ويسب في السعودية، يترمى على قطر. لأن محمد بن سلمان ومانيش ندافع عليه وانا موقفي واضحة، فرض 400 دولار ولا شنو بالنسبة اللي يمشي يعمل عمره، وهو تاجر متاع عمره. بشير بن حسن تاجر يهز في الناس للعمره ولبس عليه يركب في كرهب، يعني لا أراك الله مكروها بمعنى ما كانش أبو عياض يتقابل مع راشد الغنوشي وبعد سب وقال رهبي في حصة هذيك المشهورة مع سمير الوافي اللي متركبة ومعمولة كل حال أنا كي نحضر الإعلام عمري ما نتركب وعمري ما نشترط، هذيك مركبة واللي قال فيها أبو عياض رهبي باهي. هذيك راشد راهو يستعمل وبعد يلوح. أنت عندك واحدة هذيك يمين الزغلامي مانيش عارف منين جات هذيك، فهمت؟ تقول نحن نصحنا، انا نصحت وزيره الشباب والدرشنوه المراه ولا درشنوه المراه باش تدخل كيفاش الثقافه الجنسيه. ثقافه شو هذا؟ راهو نحن تربينا في حركه اسلاميه، راهو مش اسلام هذا يقدموا فيه، راهو هذوما راهم مشايخ، وراهم هذو مشايخين راهم يقراوا يتقابلوا في فنادق بتاع بيفيات. راهو قبل كنا كرمك الله باش نقول حاجه معناها، راهو قبل كنا في حركه النهضه وخلي كنا نناضلوا تحت البوليس وتحت المدفع وتحت التعذيب، كنا ما نجموش حشاك ندخلوا نطيروا الماء، ندخلوا حشاك فيك القصدريه هذيك الصفرة هذيك بتاع الزيت الكبيره تتعمل في وسطها باش ونادوا شادين الصف باش نطيروا الماء. توا تلعب في البينج بونج هي ومحرزيه العبيدي، محرزية العبيد اللي كانت تشعل في الشموع في نهار الأحد في الكنائس، اليوم تولي هي رئيسة درشنوة رئيسة الأولى في مجلس النواب مجلس تأسيسي. يا ناس شعب فيقوا، متى تفيقون؟ متى اسمعوا كلام اللي يحبوكم، اسمعوا كلام الفقراء. راشد الغنوشي ولا ثري معناها منين جاه الفلوس؟ منين عنده؟ حسين الجزيري مشى فرخ صغير ومجاه الان ملياردير. شو اسمه هذاك حسين شكون هذاك؟ عامر العريض. عندك ما تحكي على عامر، مشى فرخ. يعني انا حكيت على انه منهجهم فاسد، فكرهم فاسد، وراء شخص نجم نقول جاهل ولعبها شيخ امام ناس جهله. انه سمير ديلو، هاو سمير ديلو، هاو سمير ديلو مع شكون؟ مع عبد الحكيم بالحاج في ليبيا. الصور هذه والفيديوهات هاو سمير ديلو غلطة فوق الدبابات. لا مش غلطة له واعتذر له. لا مش غلطة، لا لا واعتذر له من الفيديوهات في صوت وصورة. ما تقطعنيش الله كان عندك صوت وصورة تفضل، اما تصوير هذيك غلطة ما نعرفش مع شكون. وعندنا ما اشنع بشوي هكا عندكم جهاز عندكم جهاز مالا ايش عندك فيه؟ اي عندكم جهاز برافو. ايوا حطوا نشربكم بعد. مع شكون؟ مع رياض الاسعد. رياض الاسعد اللي هو قائد كتائب الجيش الحر الإرهابية في إدلب شمال سوريا.
مبارك الابراهيمي مشات لسوريا قابلت رئيسا شرعيا تعترف به الامم المتحده، الموقف السياسي منه نتاع حركه النهضه والقوه هذاك مساله متروكه، ولكنه رئيس دوله شرعي. منين يخاف سمير ديليو وعلاش حاب يخلط الاوراق؟ او باش نقول لك. سمير ديليو عنده والنهضه عندها ملف اشنع من الملف نتاع الجهاز الخاص، لانه الجهاز الخاص ثلاثه اغتيالات سياسية وتمكين للارهاب في 2011 و2012، والحاجه الثالثه اللي هي التسفير. الشروق الجزائريه في 12 مايو 2018 عملت حلقه شهيره مجندون تحت الطلب. انا باش نعطيك عينه. حمزه الجربي يقول قيادات في النهضه وحكومه الترويكا هي من سفرتنا ليبيا وسوريا في الوقت ذاك، ولكن خرجنا بعلم الحكومه وبعد ما تبدلت المعطيات تخلوا عنا والاف الشهادات. منين كان؟ خرجت كتيبه الشهيد محمد ابراهيمي وقت اللي كان كتل معناها مجموعه برلمانيه موجوده في سوريا، فيها الحاج مبارك البراهمي، فيها من مشروع تونس في الوقت ذاك سي صاحبي بن فرج، فيها سي عبد العزيز القطي، فيها سي عبد المؤمن بالعانس، فيها تركيبه متنوعه تقريبا من اغلب الكتل البرلمانيه. كانوا يتصوروا انه الدوله السوريه باش تعطي قدس اوراق كما صار مع سي مصطفى خضر، يجيبوهم نتاع التحقيقات نتاع الارهابيين اللي موجودين في سوريا وباش يقولوا اشكون اللي خرجهم وشكون اللي سفرهم. فافتعلوا القصه هذه انه لمجرد انه فرقه عسكريه تحمل اسم الشهيد محمد ابراهيمي او التيار الشعبي يسفر. انا مطالب سمير ديلو باش يجاوبني على سي مصطفى خضر، معناها كاميرا حديثه تصنع في شكل اقلام حبر، ساعه يدويه شكل كاميرا حديثه، بورتكلي شكل كاميرا لتسجيل التصوير، الاف النسخ الضوئيه، اله قراءه شفرات مغناطيسيه، اثنين حواسيب محموله بها دراسات وثائق لعده معناها وخرائط للوزارات، مجموعه صناديق كردونيه تحتوي على ارشيف وزاره الداخليه، رابطه عنق فيها جهاز تنصت، معناها بورتكلي وبها ميكروفون كاميرا، مجموعه اقراص مضغوطه، صور شمسيه، اضافه الى قاده وضباط ومعناها عناصر الجيش التونسي. هذا يا سي مصطفى خضر وسي سمير ديلو رجل قانوني نجم يجاوبني، هذوما مويان للوزير معناها يفدلك بهم غادي يلعب معناها في المروج، شما هذونا؟ اسيدي اختونا من الجهاز الخاص، لمن يخدم السيد هذايا؟ لصالح شكون؟ لصالح شكون؟ وانا حاجتي بالمحامين اللي ترافعوا في القضيه نتاعو واللي ما نجموش يخرجوا لانهم انا نخلي لهيئه الدفاع تكشف. سي محمد بن سالم قال ما نعرفوش جمله. من الاول قالوا ما نعرفوش، تولوا يعرفوه، تولوا قضيته حفظت. احنا تقريبا في سيناريو امام الوثيقه اللي تسربت تاع المخابرات الامريكيه، قالوا ما فهمش وثيقه هذه مفتعله، شكون كاتبها؟ بعتالي ولا وثيقه صحيحه، ان شاء الله ما تظهرش الوثيقه هذه قبل ما توصل لوزاره الداخليه تحدث مصطفى خضر في المروج. ردوا بالنا مليح معناها، خاطر سي مصطفى خضر مش الوثائق اللي قبل 2011، تم وثائق في 2013 هزها غادي. شنو اللي صار؟ في عوض ان نحن قدام قضيه امن دوله وقضيه امن وطن حولناها الى مناكفه سياسيه مع الجبهه الشعبيه، ومناها ولت حتى الفيضانات اليوم في نابل والدنيا الكل هيك داخله في الحكايه نتاع اللي خرجته هيئه الدفاع. يلزمنا نفرقوا مليح، احنا نحكيه على راس الاخطبوط. ريت حكيت الناس على الجهاز الخاص وحكيت على الامن الموازي وحكيت على الميليشيات وروابط حمايه الثوره، لكن العقل المدبر لهذول الكل ما حكى عليه حتى حد وما وصل له حتى حد. اليوم علاش الهستيريا والاسهال، سامحني خليني نكمل، الهستيريا والاسهال اللي وصلت له الناس في السب وفي الشتم وفي التكفير وفي كل مناها هتك الاعراض، لان الناس وصلت للديس كبير نتاع الاخطبوط هذا الكل اللي فيه تسفير وفيه اغتيالات وفيه ارهاب. البسطاء نتاع حركه النهضه اللي حرض فيهم سنور الدين البحيري، هذا يا سي ثروه الخرباوي اللي هو احد كبار قاده تنظيم الاخوان المسلمين واللي انشق عليه واللي كاتب سر المعبد، مش انا، لازم يفهموا الناس البسطاء هذول احنا ما نحكيوش عليهم، وانه عمليه التهيج والتخويف باش يحلوكم وباش يرجعوكم للحباس، لا احنا ما نحبوش نرجعوا، واحنا الناس اللي تقتلوا هذول المؤسسات والتنظيم السري هذول القتله. هذايا في عرف الاخوان المسلمين يلزمك تدخل الغرفه مظلمه وفيها مسدس وكتاب قران، هذا ثروه الخرباوي يحكي فيه، وكتاب قران، ويلزمك تدخل وتقسم القسم اللي منه اللي داخل موجود واللي خارج مفقود، وهو نفسه على فكره تقريبا يشبه طقوس الماسونيه، وهذا واحد من قاده الاخوان المسلمين، وانا ادعو الناس انها اذا تحب تفهم التنظيم الخاص تقرا هذايا، سامحني خليني نكملك. اذا اليوم شنو المطلوب؟ المطلوب انه احنا باش نتوجهوا للقضاء العسكري. واضح؟
هذه قضية أمن دولة بامتياز. احنا اللي حاجتنا بيه شنو؟ حاجتنا فما ناس متورطة في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والارتباط بمخابرات أجنبية والمساهمة في اغتيالات وفي اعتداءات طالت نقابيين وسياسيين، وهذه قضية أمن دولة بامتياز. نختم بنقطة أخيرة لأنه سياسيا ما تعرض لها حتى حد. الفيديو المسرب للشيخ راشد الغنوشي في 2013 واللي قال فيه واللي ما نجموش ينكروه، قال فيه الجيش والأمن غير مضمونين، وهو يتحدث مع شكون؟ يتحدث مع السلفية الجهادية، قال لهم أرزنوا شوية، راهم الجيش والأمن كيفاش يكونوا الجيش والأمن غير مضمونين؟ يكونوا بالجهاز الخاص مضمونين وقت اللي نخترقوهم ونصفوا قياداتهم ونبتزوهم ونسجلوا عليهم الفيديوهات. الحاجة الثانية سي لطفي زيتون وقت اللي يتحدث في فيديو شهير وهو الآن أكثر متابعة يقول في النهار هذاك للنهضويين، يقول لهم اسمع ما تخافوش، راهي مصر معاكم وراهي ليبيا معاكم وراهي سوريا هي قريبة معاكم، أنتم راكم في موقف قوة ما كمش 89. في الرسالة اللي بعثها الشيخ راشد الغنوشي ما باش نفهموا سياسيا، نجيبوا المعطيات أشنو قال؟ قال الحدود الشرقية تزداد سوءا باستعداد قوات القبائل للسيطرة على ليبيا، يعني عبد الحكيم بالحاج ومجموعته في خبر كان، والاستقرار الذي تشهده مصر وارتفاع نسبة النمو يخلي عودة الإخوان المسلمين مستحيلة. هذايا يجيب لأنه برشا ناس ما فهمتش وقتها الشيخ راشد الغنوشي فيش يحكي، وما فهمتش لطفي زيتون علاش يحكي على أنه هما جزء من أخطبوط دولي، لحد أنه مصطفى خضر خرج الصحافي الإيطالي من تسلمه من جبهة النصرة، خذ بالك من جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في